يقول أريد الزواج من فتاة ولكن أهلي يرفضون رفضا تاما ولا يقبلون إلا بالزواج بفتاة يعرفونها ويعرفون أهلها، حاولت الكثير لكنهم قالوا مستحيل، فماذا أفعل؟ قد تأخرت بالعمر. أول شيء يعني الأصل للإنسان يأخذ رأي والديه وهما يعني في الأصل يعني أصحاب خبرة وهم حريصون عليك ويريدون لك الخير، هذا هو الأصل في الوالدين إن شاء الله تعالى. ولا شك أن لا يسأل عن الفتاة وحدها، يسأل عن والديها، يسأل عن أهلها، أخوالها، أعمامها، لا بد أن يسأل سؤال تام قبل الزواج، كما يسأل عن الرجل كذلك. فكونك أعجبت بفتاة ليس بالضرورة أن هذه تكون هي يعني التي ستسعدك في الآخر، وقد تكون كذلك، العلم عند الله تبارك وتعالى، قد تكون هي أحسن التي اخترتها، تكون أحسن من الذين اختارها، من التي اختارها أبوك وأمك. لكن على كل حال أنا أقول تريث واجلس مع أبويك جلسة مصارحة واذكر لهم مميزات هذه الفتاة ومميزات هذه الفتاة، واسأل عن أهل الفتاة التي تريدها، هل هم جيدون هل هم سيئون، اسأل واستخر الله تبارك وتعالى ولا تستعجل. وإذا تقول طال العمر يعني شهرين ثلاثة ما تفرق إن شاء الله تعالى، خذ لك شهرين ثلاثة واسأل عن البنت واسأل عن أهلها وشوف البنت اللي قدموها لك أهلك لعلها تكون أفضل من الفتاة التي اخترتها. والله المستعان، أسأل الله يوفقك ويسر أمرك وجميع المسلمين.